عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمقر الإتشاد الأفريقي القمة العادية 32 للإتشاد الأفريقي تحت شعار أمن اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا في إفريقيا نحو إيجاد حلول دائمة للنزوء القسري في إفريقيا. القمة حضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وفد جاءوا من أوروبا وأمريكا وآسيا ومن الدول العربية. قبل انطلاق أعمال القمة الإفريقية الدورة 32 تم أخذ صورة جمائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، ومن ثم توجه الزعماء إلى صالة نيلسون مانديلا للمؤتمرات. من بينهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو. افتتحت القمة بكلمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد مرحبا بجميع الرؤساء والوفود. السيد موسى فكي محمد اطلع رؤساء الدول والحكومات والحاضرين المشاكل السياسية والازمات الاقتصادية والاجتماعية والصراعات العسكرية والمخاطر التي تواجه افريقيا، في مقدمتها الارهاب والتطرف وتجار السلاح والمخدرات وتجار البشر وحجرة الشباب، مركزا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد حول شعار القمة. كما هنأ الرئيس الدوري الجديد للاتحاد الافريقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. يطيب لي ويشرفني كثيرا ان انتهز هذه المناسبة الاولى للترحيب بكم رئيسا دوريا للاتحاد الافريقي، ولاعرب لكم عن قناعتي ان رئاستكم ستدفع دفعا جديدا الاتحاد الافريقي بما تتميزون به من خصال نبيله ومنظور واعد لافريقيا، ولما لمصر من مكانه تاريخيه وحضاريه عريقه، ولما تشكل افريقيا في المخيار المصري من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ان افريقيا هي الثوره النابضه بعينها. وتابع موسى فكي محمد حديثه، وهذه المره تحدث عن الازمه الليبيه التي تعاني منذ سنين من الاضطرابات السياسيه والعسكريه ومن الفوضى التي تسببها الجماعات المسلحه ومن الارهابيين المتواجدين في ليبيا، حيث طلب من المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الافريقي التدخل بسرعه لايجاد الحلول من اجل استتباب الامن والاستقرار في ليبيا. والأزمة في دولة جنوب السودان وفي بعض الدول الأفريقية أيضا طرحها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. عقب ذلك هناك العديد من الكلمات والمداخلات من قبل رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ومن مسؤولي المؤسسات الإنسانية والخيرية ومن بعض رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وهذه الكلمات والمداخلات احتمت بشعار هذا العام لقمة الاتحاد الأفريقي، حيث جددوا دعمهم للاتحاد من أجل إيجاد حلول آجلة للاجئين والآئدين والنازحين ومحاربة الحجرة غير الشرعية. كما أكدوا دعمهم للاتحاد الأفريقي في جميع برامجه التنموية والاقتصادية. وفي نهضة افريقيا السمراء يشار الى ان القمة 32 للاتحاد الافريقي جد مهمة وستختلف عن القمم السابقة نسبة لشعار هذا العام اللاجئين والآئدين والنازحين داخليا في افريقيا نحو ايجاد حلول دائمة للنزوح القسري بافريقيا.